سعيده جدا انني غادي نشارك في هذا المهرجان. غادي نقول واحد الجمله ربما ما نتمناش انه مهرجان او اداره مهرجان تاخذها بواحد الشكل سلبي. فانا بالنسبه لي مهرجان موازين كجميع المهرجانات بالنسبه لي، لان الجمهور ما كيتختلفش. يعني عندي جمهوري ممكن نلقاه في موازين، ممكن نلقاه في ديميتار، ممكن نلقاه في مهرجان سعيديه. يعني جمهوري كيبقى جمهوري، ما غاديش نفرق بين هذا وبين هذا. لكن طبعا كما قلت انه عنده واحد الصيت عالمي، كيبقى موازين بالاخص وجود اعلاميين عرب بالاخص، ولا كيتهافتوا عليه فنانين عرب وغرب، ويعني العالم كله كيتهافت على هذا المهرجان. فاذا عنده طابع اخر.